عملت حسابي في التجربه امبارح. انا كنت ماشي في الميه القديمه، ماشي في الميه الجديده. استنى عشان الكاميرا بس انت رقم جديد ده اللي هو 10 تمشي بيه على النار. انت القير 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 كان على فكره والله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بحييكم ضيوف اعزاء وكرام ومحترمين على نقابه المحامين. انا محمد عبد العزيز الكاب، عضو رئيس النقابه العامه للمحامين والمشرف العام على نقابات جنوب وشمال اسيوط، نقابه فرعيه للشمال ونقابه فرعيه لجنوب اسيوط. هو احنا عندنا عرس انتخابي هنا، مفيش غضاضه، المرشحين قاعدين مع بعض بيختاروا مع بعض، مرشحين الشباب مع بعض، مرشحين الكبار مع بعض، النقباء بيترشحوا وقاعدين مع بعض بيشربوا شاي وقهوة، مفيش أي غضاضة. اللي ينجح يبقى لخدمة المحامين، واللي ما ينجحش يشتغل تاني والمرة الجاية يقدم نفسه، وهكذا تمشي أمور المحامين. أنزه انتخابات في العالم كله هي انتخابات المحامين مع بعض، ما بتفرقش مع مين اللي يبقى نقيب ولا مين اللي يبقى عضو، كله بيخدم زمايله في سبيل أداء الخدمة وفقط لا غير، لأنه هي منصب تطوعي وتكليف وليس تشريف وليس تكليف. مرحب بكم، بتشوفوا العملية بتجري يعني على قدم وساق تصويت المحامين والمحاميات، قد تكون علنية تماما، يعني باب دخول وباب خروج في اللجنة، محامي حر يختار ما هو يعني له من الأعضاء أو النقيب. في الآخر كل الأخوات كل الزمائل كل الأحباب، الانتخابات يوم واحد، تنافس يوم واحد، لكن احنا مع بعض طول العمر. في اسيوط المدينه هنا ثلاث لجان، الفتح والمركز اسيوط لجنتين، ولجنه الفتح بثلاث لجان. في مدينه اسيوط ايضا هنا في المدينه في المحكمه اربع لجان، لجنتين بندر اول ولجنتين بندر ثاني. في الشمال يبقى منفروت والقصيه وديروت في كل منهم لجنه، وابنوب في لجنه، يبقى ست لجان على بعض. الجمعية العمومية بتقترب من 3800 تقريبا. في جنوب أسيوط زي ما قلنا في هنا أربع لجان لمركزين، في بعد كده الساحل البداري وأبو تيج والصدفة والغنايم بعيدا عن مدينة أسيوط. الجمعية العمومية في ما يقرب من 4000 وشوية محامي الذين لهم حق التصويت في الجمعية العمومية النهارده. بتمنى لكل زمايلي المرشحين التوفيق، وبتمنى لكم التوفيق. شكرا وشرفتونا.